وقت أولاد اقدر اقول ده بيستخدموا من غير ألقاب. بالظبط. تاني حاجه الاتيكيت الحركي. كتير من ولادنا بيتصرفوا غلط، تلاقيهم يهبدوا نفسهم على الكرسي، بيتحركوا كتير، ما بيبقوش ثابتين، بيتصرفوا بطريقه غلط، بيحط ايده في جيبه وهو بيكلم الكبير، بيعترض بطريقه مش مظبوطه. فاحنا بناخد حركة. ازاي الولد والبنت بيمشوا، ازاي بيقفوا، ازاي يقعدوا قعده مظبوطه سليمه، ازاي يبقى فارد ظهره مع شويه تمارين وشويه حاجات، والمساحه الشخصيه ليهم وتعاملاتهم مع بعض. اوكي. وبنمثل ده كمان. ادي التمارين، ادي المشيه المظبوطه، القعده المظبوطه للبنت والمشيه المظبوطه للبنت، القعده المظبوطه للولد. بتبقى مختلفه عن مشيه الولد. في شويه اختلافات. أوكي. ولازم الولد والبنت يعرفوا لكل واحد فيهم ان احنا مختلفين، انا ليا مشيتي غير مشيتك، مش بس يا ميس مشيه البنت ايه وهي تعرف بس دي وتركز فيها، لا هي لازم تعرف كمان الولد بيتصرف ازاي. أوكي. عشان انا اللي بعلمه لهم ده بيفضل معاهم من وهم صغيرين لغايه لما يبقى عندهم احفاد. بالظبط. فبيعلموه لغيرهم. أيوة. فده بالزبط. بالنسبه للاتيكيت الحركي. بعد كده جزء صغير احنا بنتكلم فيه اداب تناول الطعام. أوكي. ازاي اعمل ترابيزه كويسه، ايه مواصفات الاوضه اللي هياكلوا فيها. لو احنا بناكل بره وحصل موقف زي الشوكه وقعت على الارض، زي لقيت حاجه مش لطيفه في الطبق، ازاي اتصرف مع اللي حواليا. تمام. كل دي تفاصيل بنتكلم فيها وبيبقى فيها جزء عملي عشان يشوفوا اللي مش قادرين يعملوه. احنا بناكل ايه بالشوكه والسكينه، احنا بنتناول ايه بايدينا والطريقه المظبوطه، القعده المظبوطه، الالتزام ان انا اكل من قدامي، ضم شفايفي، ما اكلش من بعيد، ما اتكلمش بصوت عالي، ايه المواضيع اللي اتكلم فيها وانا قاعده باكل. صح. شكلي عامل ازاي؟ ما انا ما ينفعش ابقى صاحيه من النوم وما غسلتش وشي، او مثلا جايه من التمرين وعرقانه، او هدومي مش نظيفه، واقعد معاهم. هم اهلي بس برضو. صح. ده ما ينفعش. والولاد بقى يعني خلينا، عشان احنا خصوصا بنتكلم على الاطفال اللي بيتمشوا هم بياكلوا. يعني ما لهمش قاعده، ما يقعدوش كده على الدايننج. عشان كده بقول من الحاجات المهمه ان احنا نتعلم ازاي نقعد، وايه اللي بيتحط على الترابيزه، وكوعك جنبك وانت قاعد، ما ينفعش اي حاجه تاني تتحط على ترابيزه الاكل. صدقيني بيستوعبوا، بل بالعكس دول بيتسابقوا ان هم يوروني قد ايه هم شطار، مين احسن، وانا عرفت اكتر. وبيجي لي بقى من الاهالي ردود افعال قد ايه جميله. ده جزء. دي المبادئ الاساسيه. اوكي. في بعد كده العلاقات. لان هم مش عايشين لوحدهم، هم عايشين في وسط مجتمع. يتعاملوا ازاي مع الاكبر في السن، مع الاجداد، مع اصحاب الهمم. يتعاملوا ازاي مع الجار، مع المدرس، مع اللي بيساعدونا. ايوه. مع الدليفري، مع اللي بيجي يعمل لي حاجه ويمشي. ما برضه يبقى في حرص في التعامل. لو انا طالع في الاسانسير ومعايا حد وخلافه مع الدكتور. بعد كده بنتنقل على الاماكن. اوكي. ازاي اتعامل في دور العباده. ازاي في المسرح، في السينما، في المكتبه، في المدرسه، في السلم، في الاسانسير، في الشارع، وانا بشتري لبسي، وانا بشتري الاكل. ده لي اتيكيت. حياه. الاتيكيت ده زي ما قالت يعني استاذه نادين، جت حياه، مش بس مختصر يا جماعه على الشوكه والسكينه. احنا بنديهم كتالوج نمشي عليه. تمام. اقوم للكبير، ما اروحش وانا معزوم في مكان اروح احجز مكان واقعد فيه واجري والحق واعمل. بالظبط. ما ينفعش وانا جعان جدا اشمر اكمامي واروح اهجم على الاكل، او اركز على صنف معين واسيب الباقي. لا، وابقى مكسوف بزياده برضو، ده مش من الاتيكيت. ان انا برضو كنت بكلم حضرتك قبل الهوا، لو حد جه ادى ابني حاجه مثلا وانا متخيله انه من الادب، اوعى تاخد. هو ده صح؟ ما انا بحرجه. ما هي الفكره مين؟ احنا فين ومين؟ تمام. في الشارع انت ما تعرفوش بيقدم لك حاجه، استحاله. انت ما تعرفوش في النادي، استحاله. ولكن ده معرفتنا، ده احنا بيديني حاجه ما ينفعش اكسبها. بالظبط. ما ينفعش يفضل مادد ايده وانا لا عشان ماما قالت لا. بالظبط. فانا بعلم امتى تتصرف، وبحكي مواقف وبسهل عليه وما بصعبهاش. وعلم في البيت. بالظبط. الشارع او المطعم او الاوتيل او اي مكان انا بروحه مش مجال خالص ان انا اوجه ولادي واعلمهم. اكيد. انا كده ممكن اولا اضايق اللي حواليا بنقدي، وان انا دايما بلفت نظره، وفي نفس الوقت احبط الطفل
ان هو ما يبقاش واثق في نفسه ان هو بيتصرف غلط ودايما انا بوجهه، فده مش مكانه خالص، مكانه في البيت. فعلا استاذه نادين جيت بجد، يعني اللقاء معاكي ما يتشبعش منه، اكيد عاوزين نعرف اكتر واكتر، واكيد هيبقى في حلقات اكتر.